على بركة الله متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. افتحية لكم من هذا المنبر من القناة، صباح الخير عليكم وتحية مباركة للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. جولة صباحية بالمدينة مباشرة من إقليم تازة. جمعة مباركة للجميع. وسؤال الصباح متابعي القناة، الناس اللي كتعاني من مرض السكري وكيصوموا في رمضان ما كيقدوش انهم يفطروا، واش داك الصيام الله يسمح لنا هو الصحي صحتهم او لا؟ متابعي قناة شوف تي في، فبزاف الناس كيعانيوا مرض السكري المزمن لكن كيكابروا على راسهم وكيحاولوا انهم يصوموا. متبقى قناة شوف تي في، واش الصوم في رمضان بالنسبه للناس اللي كيعانوا مرض السكري المزمن والصحي نعم ام لا؟ متبقى القناة، فمرحبا مالك من دليس بخير عبد الله، جمعه مباركه شويه. شكرا مالك اختي، مرحبا بك يا اختي على البث المباشر، شكرا لك ولله الحمد. فالناس اللي كيعانوا مرض السكري، واش الصيام صحي لهم نعم ام لا؟ متابعي القناة، قناة شيف تي في، مرحبا بكم. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شيف تي في وجولة صباحية مباشرة من اقليم تازة. تحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. صغير المغراوي، تحية لك أخي الصغير، مرحبا بك يا أخي، مرحبا بالجميع، تحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا للساكن للمغاربة بإيطاليا، تحية لكم. فنتمنى الخير عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع، وألف تحية لجميع متابعي قناة شوف تي في، تحية لكم ولجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. تقبل تحية صداقم شوف تي في متابعي قناة شوف تي في، ألف تحية لكم من هذا المنبر. الله يجيب اللي فيه الشفاء. اجل يا اختي هدى، اجل يا اختي. فالسؤال ديالنا الصباح متبعي القناة، الناس اللي كيصوموا وكيعانيوا من داء السكري المزمن اصلا، واش عندهم الحق انهم يصوموا شهر رمضان او ما عندهمش الحق؟ متبعي القناة شوف تي في، وشنو هي الاعراض ديال داء السكري خلال هذا الشهر المبارك العظيم؟ متبعي القناة شوف تي في، فتحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، تحية للجميع، جميع المغاربة خلال المغرب وخارج المغرب. صباح الخير من ليبيا إلى المغرب، وكل عام والجميع بخير بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم. صلاح الشاد، مرحبا بك أخي صلاح، تحية لك وتحية لجميع متابعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى الخير عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع. وتقبل تحية طاقم شوف تي في، ورمضان مبارك كريم للجميع متابعي القناة. باب الريح، أجل يا أخي المغربي، هذه هي باب الريح.
سميرة، صباح الخير أختي سميرة، الله يشفيهم. صباح الخير سيدي محمد، هذا ما كان، نتمنى لهم الشفاء، ونتمنى وإن شاء الله رمضان مبارك كريم، والناس اللي عندهم مرض داء السكري أنهم يحاولوش يجهدوا رأسهم بزاف متابع القناة، ويحاولوا أنهم يفطروا في رمضان تبعوا الدواء ديالهم. شحال من واحد كيكابر على راسو كيفطر كيحاول يصوم، اللي مريض بداء السكري، اللي مريضين بداء السكري كيحاولوا يصوموا، لكن متابعي قناه شوف تي في كيوقعوا لهم مضاعفات واضرار صحيه ما عساي انا اقول، فالله يشافي الجميع. وهذه هي الدنيا، نتمنى اي واحد مريض الشفاء العاجل، نتمنى الناس اللي صحتهم مزيانه انهم يحاولوا يكابروا ويحاولوا لصحيحه ديالهم. هذا ما كان متابعي قناه شوف تي في، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في، وصباح الخير للجميع، جميع متابعي قناه داخل المغرب وخارج المغرب، تحيه لكم ولطاقم قناه شوف تي في. فالناس اللي مرضين بداء السكري او السكر المزمن، هذا المرض المزمن، انهم يحاولوش يصوموا، يعني هذه يوقعوا لهم اعراض جانبيه كبيره في هذا رمضان، خصوصا ان داء السكري كل واحد كيخصو ياكل شويه الحلاوه، الواحد كيخصو يطلع شويه ديال الطونسيون، يعني الصوم الى صام متابعي قناه شوف تي في، فغادي يحاول يعرض الحياه ديالو مضاعفات، مجموعه من المضاعفات متابعي قناه شوف تي في. فنتمنى ان شاء الله، امنين من الله، رمضان مبارك كريم للجميع، نتمنى ان شاء الله الخير والعافيه لكل مغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. بالنسبة للخطوط الجوية أو الخدمات التأشيرة، فمازال الأمور معلقة، مازال ما كاينش قرار باش يفتحوا جميع الخطوط. القنصليات مازال كاين غير التجمع عائلي، ولا الفيزا اللي عنده فيزا عامين عاد يمكن له ياخذ الفيزا، فمازال امور حابسه بالنسبه لهذا القطاعين، قطاع النقل الدولي الجوي حتى البواخر حابسه، فما عسى انا نقول الله يفاجئها والله يفرجها متابعي قناه شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناه مباشره من اقليمي تازة، صباح الخير للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم. بونجور فو سميرة، جوع مبارك أختي سميرة، مرحبا بك أختي سميرة. توفيق تحية لك سي توفيق، مرحبا بك يا أخي توفيق، مرحبا بجميع متابعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب، شكروا الجميع على التواصل ديالهم مع القناة، ألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، مرحبا بكم.
فمتابعي قناة شيف تي في، الموضوع ديالنا هذا الصباح هو الناس اللي مرضين بداء السكري، واش عندهم الحق انهم يصوموا رمضان نعم ام لا، وصيام رمضان بالنسبه للشخص اللي مصاب بداء السكري واش غادي يكون ايجابي على الصحه ديالو او سلبي؟ متابعي قناه شيف تي في، لنا السؤال ولكم حق النقاش وطرح الاسئله متابعي قناه، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. تحيه لجميع متابعي القناه داخل المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بكم. سلكت احتراماتي، الله يحفظك الشاب، الله يحفظك الزين. فالف تحيه للجميع، جميع متابعي القناه، الف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر شوف تي في. متابعي قناه شوف تي في، نشكركم على التواصل ديالكم معنا، وتحيه للجميع ورمضان مبارك للجميع. كان الموضوع ديال اليوم للنقاش الصباحي واش الناس اللي عندهم امراض مزمنه كالسكري الحاد واش عندهم الحق انهم يصوموا نعم ام لا. مجموعه من الاجوبه ديال متابعي القناه شوف تي في كيقولوا ما يمكنلهمش يصوموا حقاش السكري كيخصك تاكل، كيخص الطونسيو ما يهبطش، كيخص السكر ما يهبطش كما كيقول كيقولوا متابعي قناه شيف تي في. فما عسايا نقول الشفاء العاجل للجميع، ورمضان مبارك للجميع. نتمنى الناس ديال السكري انه ما يضغطوش على راسهم بزاف، فربي راه كيشوف كل شيء عندهم عذر، اللي عنده عذر لا حرج عليه. متابعي قناة شيف تي في، فرمضان مبارك للجميع، رمضان مقبول للجميع، جميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب ما عسايا أن نقول. نتمنى الخير عند الله للجميع، ونتمنى السلامة والعافية للجميع، جميع متابعي قناة من قلبي إقليمي تازة. تحية للجميع، رمضان مبارك للجميع، صحة فطوركم وربي يقبل صيامكم. متابعي القناة، وجمعة مباركة لجميع متابعي قناة شيف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى لكم الخير والسلامة والعافية للجميع من قلب إقليمي تازة، أستودعكم الله وانتقوا بعد قريب في بداية البرنامج اليومي. أصدقاء شوف تي في، تحية لكم.